موجز لأهم الأنباء يأتيكم من قناة يمن شباب، أهلا بكم. أحبطت قوات الجيش الوطني عملية لتهريب مواد أولية تستخدم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة جنوب شرق محافظة تعز، وتم ضبط الشاحنة من قبل قوات تابعة للواء 35 مدرع في إحدى نقاط التفتيش بجبهة الأقروض، حيث تضم الشحنة 243 صندوقا من المواد الأولية لصناعة المتفجرات. أصيب 4 مدنيين من عائلة واحدة بإصابات مختلفة في انفجار لغم أرضي زرعتها ميليشيا الحوثي في قرية يعيس شمال مريس بمحافظة الضالع، وقال مصدر محلي إن اللغم أودى لإصابة فتاتين بحالة خطرة، فيما أصيب طفل ومسنة بإصابات متوسطة نقلوا جميعا لمستشفيات مدينة الضالع. وبحسب راصدين حقوقيين فإن عدد ضحايا الألغام والمتفجرات التي زرعها الحوثيون في مناطق سيطرتها جنوب دمت تحديدا وصل إلى 16 شخصا بينهم نساء وأطفال. قتل وأصيب 38 مسلحا حوثيا في معارك ضارية مع قبائل حجور وغارات لمقاتلات التحالف العربي في مديرية كشر بمحافظة حجة، وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة دارت أمس بين مقاتلي القبائل وميليشيا الحوثي، تمكنت خلالها قبائل حجور من استعادة عدد من المناطق من بينها منطقة بني شوس جنوب كشر، وذلك بعد سيطرة الميليشيا عليها منذ قرابة أسبوعين. واصل الجيش الوطني تقدمه في المعارك التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية رازح غرب صعدة، محرزا تقدما ميدانيا جديدا. وقال مصدر عسكري إن وحدات من اللواء حرس حدود فرضت سيطرة كاملة على منطقة قلة زيد وقريتي القد والحصن في منطقة مسن القد الاستراتيجية. وكانت قوات الجيش الوطني قد حررت في معارك أمس قرى أحمد علي وصدام ودمنان في المنطقة ذاتها. وضعت ميليشيا الحوثي اشتراطات جديدة بشأن الانسحاب الجزئي من الحديدة والموانئ وتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي تأجلت 3 مرات. وقال عضو في الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة صادق داد أن الحوثيين يعيقون تنفيذ الاتفاق ويقدمون اشتراطات جديدة للتنصل من تنفيذ التزاماتهم دون أن يوضح تلك الاشتراطات حسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الكويتية. وطلب الفريق الحكومي رئيس فريق المراقبين الجنرال لوزغارد بتحديد موقف واضح إزاء مراوغة الحوثيين بتنفيذ اتفاق السويد وعدم التزامها بتعهداتها. أعلن في عدن إشهار ائتلاف الدولة المدنية الاتحادية بمشاركة قيادات سياسية واجتماعية. وقال عبد الله عوبل أمين عام حزب التجمع الوحدوي والمشارك في الائتلاف أن إنشاء الائتلاف جاء لخلق وعي بأهمية الحقوق والحريات التي تضمنها مشروع الدستور القائم على نتائج مخرجات الحوار الوطني والضغط في سبيل تنفيذها باعتبارها مرجعية وطنية توافق عليها اليمنيون. حقق الاقتصاد الوطني نموا طفيفا للمرة الأولى منذ 4 أعوام وبمعدل 8% خلال العام المنصرم. وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة أن النمو المحقق جاء إثر زيادة دعم المانحين لليمن الذي تجاوز 4,700,000,000 دولار، مما رفع الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى محاولة بعض السكان والأنشطة الاقتصادية التكيف مع تداعيات الحرب الجارية. وأشار التقرير إلى تحسن نسبي في أنشطة البناء والتشييد وتوليد الطاقة الكهربائية والتمويلات الصغيرة، فضلا عن عودة شركة النفط النمساوية MOV إلى اليمن بهدف زيادة الإنتاج النفطي من حقل حبان إلى ما بين 10,000 إلى 2,000 برميل يوميا. انتهى الموجز، ولكن بالتأكيد الأخبار لا تنتهي، سأعود وألقاكم في نشرة مفصلة. هذه تحية، في أمان الله.